لقاءنا بكم مستمعينا مازال مستمر دائما من خلال فقرات لاله مولاتي المتنوعه، وكيحضر معنا الدكتور طارق الألوسي اختصاصي في طب وجراحه العيون. اهلا بك دكتور. اهلا بك، شكرا. نتمنى تكون على خير. بارك الله فيك لاله سناء. شكرا لك. اكيد ان المستمعات والمستمعين يعني تعرفوا عليك من قبل يعني كضيف لاله مولاتي، وبالحق يعني استفدنا منك ومن معلوماتك الطبيه اللي قدمتي لنا حول يعني الموضوع اللي طرحناه، علاقه يعني امراض السكري بامراض العين. اليوم بغينا نرجعوا للوليدات شويه، يعني بغينا نتكلموا على ضعف النظر عند الاطفال ويعني كثير من الوالدين، واكيد يعني انت راه من خلال التجربه ديالك بزاف ديال الوالدين يعني تيزوروا طبيب اخصائي في امراض العيون كيشتكيوا يعني من ضعف الرؤيه ولا ضعف البصر عند الطفل ديالهم، ولدي ما كيشوفش مزيان اولا في المدرسه يعني كيلقى واحد الصعوبه في رؤيه ديك الكتابه اللي كتكون في السبوره، وهذا يعني كيقلق وكيخوف الوالدين، ودائما كتكون استشاره طبيه من اجل التشخيص ومن اجل العلاج. فشنو هي يعني الاسباب وراء هذا الضعف في الرؤيه ولا ضعف النظر عند الاطفال؟ اولا كنشكرك على الاثاره ديال هذا الموضوع اللي كيشكل موضوع مهم من ناحيه ديال طب العيون. علاش؟ حيت اي مرض كيقص العينين ديال الطفل قبل 5 سنين يكون عنده مضاعفات في الكبار بصفه نهائيه. ولهذا كان خصنا نعرفوا كاين اشارات وامراض اللي كتقص العيون ديال الطفل، وبعد الاشارات بعد السن اللي خصنا نفهموهم باش الوالدين يديو الوليدات ديالهم عند الطبيب. باش نوضحوا شويه هذه المساله. العين المشكل ماشي غير في العين، حيت العين هي جزء من واحد الجهاز، ما كنقولوش عين مي كنقولوا جهاز ديال البصري، حيت الجهاز البصري كيبدا من العين وكيدوز من العصب البصري، هو المسالك ديال الرؤيه، وكيدوز حتى للدماغ، وواحد الباحات البصريه كيسمى له لوب اوكسيبيتال، هو اللي كيشوف الاخر، كاين البروجيكسيون ديال ليماج. يعني باش نشوفوا خص ليماج تكون مزيانه ودوز من العين للعصب البصري ودوز حتى للباحات البصريه وعاد يكون الرؤيه. بالنسبه للطفل، خص هذا الجهاز يكون ناضج. بحال اللي كنعرفوا الوليد الصغير قبل في كرش امه كيكون الناضج ديال جميع الوظائف، دونك من سنسوريال يعني الحسيه بما فيها السمع بما فيها البصر. الى ترى المشكل في هاد السلسله ديال النضج كيكون تاثير في السيستم كله، يعني حيت هو المشكل ماشي حتى في العين، العين تقدر تكون مزيانه ولكن السيستم ديال الشوف ديال الرؤيه كيكون عنده مضاعفات وكيكون سكان نابيل لومبلوبي او اللي هي الكسل ديال العين. دونك باش نوضحوا عاوتاني المسائل اكثر. العين ماشي الوظيفه ديالها غير الشوف، غير الرؤيه، حيت العين كنشوفوا بها اياه لا ديسكريميناسيون، كنقدروا نشوفوا المسائل الصغيره ولكن الدقيقه. نعم تماما. ولكن عندها وظائف اخرى بحال لا فيزيون دو غوليف. شنو هي لا فيزيون دو غوليف؟ هي باش كنشوف العمق ديال الحاجه. يعني العينين بجوج ملي كيكونوا كيشوفوا بجوجهم في نفس لو بوين في نفس النقطه، يعني كتكون عندنا اون فيزيون كتسمى ستيريوسكوبيك، يعني 3 ديمونسيون، ثلاثه ديال الابعاد. إذا شفنا بعين وحده كيكون عندنا غير جوج بعدين. يعني هذه الوظيفه راه مهمه بالنسبه للرؤيه. كاين وظيفه اخرى هي كنشوفوا الالوان، يعني كنقدروا نشوفوا ولا ما نشوفوش الالوان، نقدروا نشوفوا ولكن ما نشوفوش هذا العمق ديال الرؤيه. يعني ملي كيكون المشكل كيكون كيقيس هذه المسائل كلها فعلا. فلهذا كاين باش نفهموا، كاين امراض اللي كتقيس سواء العين ولا قاس العين ليماج، يعني الصوره ما كتدوش للدماغ بصفه متوازنه، يعني عين كتكون كتشوف صوره واضحه وعين كتشوف صوره ما واضحاش. يعني لا بروجيكسيون، يعني في الدماغ ديك الصوره كتكون في عين واضحه، ولو سيرفو دغوا كيكون مثلا واضحه والسيرفو غوش كتكون ما واضحاش. فلهذا اش كيطرا؟ بان كيكون هذا الخلل، الدماغ ما كيقدرش يستوعب هاد جوج ديال الصور اللي مختلفه، فكي بريفيليجي يعني كيفضل يشوف بالعين اللي فيها الرؤيه واضحه. ولهذا ديك العين اللي ما كتكونش فيها الرؤيه واضحه لو سيرفو الدماغ كينساها ومع الوقت كتعجز ولا كتعجز مع الوقت كيكون شنو كنابيل اون امبليوبي، يعني هي كسل العين. واخا واش كيولي الضغط مثلا عندك العين مثلا الاخرى اللي هذا ولا كيكون واحد اولا كيكون الضغط، ولكن اللي خطير هو بان الخلايا ديال الدماغ هي ماشي حتى العين. دابا نقولوا مثلا في المشكل كاين مثلا واحد الجلاله ما خلاتش الجلاله ديال الدري الصغار كتسمى لا كاتارات كونجينيتال، ما خلاتش الضو يدوز من العين للدماغ.
هذيك ليماج ما كتكونش مزيانه واش كيطرى لو ديفلوبمون سينابتيك يعني الخلايا الدماغيه ما كيكونوش كيتكونوا مزيان واخا نفتحوا الجلاله مثلا من بعد لاج دو 4 اون 5 اون فوق 4 سنين 5 سنين المشكل كيكون ديجا هنا حيت الراجل الانسان بالغ بالنسبه لحنا الاطباء العيون البلوغ او الرشد بالنسبه للعين راه ماشي هو 18 عام هو 6 سنين 7 سنين يعني العين كتنضج في التكوين ديالها والسيستم اوبتيك دونك يعني جهاز البصري كله كيتكامل من الدماغ من العين للدماغ حتى 6 سنين 7 سنين دونك الا كان المشكل في النضج ديال الدماغ والمسالك ديال الرؤيه دونك نيرفوز يعني عصبيه دونك كيكون واخا نعالجوا جراحيا مثلا واحد الجلاله واحد الاعاقه ما كنقدروش نداركو ديك المشكل ديال لومبلوبي لواد الكسل يعني ولهذا كاين بعض النصائح فعلا الا سمحت دكتور يعني واش بالنسبه يعني لهاد الاسباب كلها اللي ذكرتي يعني بالنسبه على خصوصا يعني ضعف النظر عند الاطفال ويعني ضعف الرؤيه واش العامل الوراثي حتى هو كيلعب دور كبير يعني كنشوفوا مثلا الاب عنده ضعف النظر ولا الام او لهما بجوج وبالتالي كنلقاو حتى الوليدات وكذلك واش العامل الصحي يعني الا كان الطفل كيعاني من امراض عضويه ما يعني على المستوى العضوي ديالو واش ممكن انه يكون ويقدر يأثر أو لا يعطينا ضعف النظر ألو تماما أن جميع أن نركز أنا في هذا البرنامج ديال اليوم إذا كان يمكن لي ندوز واحد لي ميساج واحد المسائل اللي الوليد الأباء والأم تنتبه لهم بالنسبه لولادها نكون نجحت في هذا فعلا يعني شي مؤشرات ولا علامات اللي كتبين وهذه المسائل نقدر نحطهم في البيت سيت انترنت ديالنا ان شاء الله باش يستافدوا منهم ان شاء الله ألو كاين أولا أي وليد اللي عنده في خوته خوه الكبير ولا بختو ولا بابا ولا ماما عنده مشكل ديال الرؤية واللي جاه من الصغر يقدر يكون تعرض حتى هو لهذا المشكل دونك هادي كتسموا لي زونتيسيدون فاميليال يعني يعني كيكون على حسب مثلا الا كانت الواحد من افراد الاسره ولا الافراد الاسره كيعاني من ضعف النظر كاين واحد الاحتمال باش يدوز نفس المشكل كاين علاقه جينيتيك يعني وراثيه كاين حاله اخرى هو ملي كتكون الام ولدات قبل 9 شهور دونك هاد الحالات كيكون التكوين ديال السيستم يعني الجهاز البصري ما كيكونش مكتمل والوليد كيتولد قبل ديك 9 شهور مازال ما كتملش الشوف ديالو دونك هنا حتى هذا كيكون احتمال باش يكون ولاده مبكره كاين ثالث حاجه هو تكنابل لا سوفرونس نيوناتال يعني ملي كتكون واحد السوفرونس في الولاده بحال دابا الولاده القيصريه ولا الام اللي مثلا ولدات تكون فيها عسر في الولاده بقات 12 ساعه وهي كانت المخاض الدماغ كيتزير مع اليوتيروس مع ديك لي كونتراكسيون مع ديك انقباضات ديال الرحيم والدماغ والعروق اللي كيدوزوا للدماغ الاكسجين كيقدروا يتسدوا شويه وكيكون عواقب على العصب البصري وهذه هذه دونك هذه من جهه كاين عاوتاني الوليد اللي كيتولد عنده اون هيبوتروفي يعني هو الوزن ديالو قل من 1500 غرام هذا كيلو ونص هادو كاين احتمال ما كيكونش ناضج في الاكتمال ديال النمو ديالو كاين الام مثلا في الحمل ديالها كتكون خدات ديك لا روبيول ولا توكسوبلازم لي زانفيكسيون تاع فونات ديال في لا غروسيس ديالها يعني في الحمل ديالها كاين عاوتاني لا تريزومي 21 يعني السبري هذا مثلث كيكون مشكل ديال عندهم ديال ميوبي فورت وهذه المشاكل ديال الكاتاراك كاين حاجه اخرى الوليد اذا حسينا من عندها مشكل ما كيسمعش مزيان اذا كان حتى هو عضو حسي كاين مرض بحال لا روبيول كتقدر تقيس السمع والنظر دونك في هذه الحاله كان خص نديو وليداتنا عند الطبيب العيون هذه من ناحيه ديال لي زونتيسيدون يعني حنا مازال ما شفناش الوليد واش كيشوف ولا ما كيشوفش غير تولد قبل 9 شهور سوفرونس نيوناتال يعني تعذبات الام في الولاده ديالو كاين لو بوا الوزن قل من كيلو ونص او المشكل ديال التريزومي او المشكل ديال السمع دابا وصلنا دابا الوليد هو تولد مثلا وما كاينش هاد المسائل هذه شنو خصنا نتابعوا دونك الام والاب خصهم يتابعوا على واحد النقط كان ركز عليها بزاف خاصه ملي كيكون الوليد راضي يعني صعيب انه اولا الرضيع احنا المهم هو الكشف المبكر حيت ان فوا كنديروا الكشف المبكر كنقدروا نعالجوا الموضوع والسيستم اللي هيجي من بعد هي السيستم يعني المكون ديال الجهاز العصبي كيتقاد مزيان الى عالجنا المشكل من الاول التشخيص مبكر الى لاحظت مثلا الاباء الوليد ديالهم كيحول عينيه بصفه
فيكس يعني دائما حيت الولد قبل 4 شهور مع المرأة تقدر يدير حركات ديال العينين لا إرادية وعادية حيت العين ما كتكون مازال ما دارش لا كوردينياسيون مازال ما تكوردينيش العين اليمنى مع العين اليسرى ديك لا ليزون بينوكولير يعني كتسمى العلاقة بين العين اليمنى والعين اليسرى من ناحية ديال لو سيرفو كتكتمل في 4 شهور قبل 4 شهور الوليد عادي يقدر مثلا يكون مع المرات كيبان بحال اللي كيحول عينيه هذا الشيء عادي ولكن كتمشي وكتجي الا لاحظنا بان الوليد عينه حوله يعني اما داخل النيف ولا خارجه ولكن دائما يعني عين وحده ديما في نفس الوقت كتبقاها فيكس حوله قبل 4 شهور قبل 4 شهور هذه الحاله خصنا نشوفوا الطبيب العينين الا من بعد 4 شهور مره دونك من بعد 4 شهور العين ما خصهاش تبقى تحول صافي يعني اذا كانت كتحول مره أو لا فيكس يشوف طبيب العين يعني قبل 4 شهور يمكن يبقى يحول عينه مرة هذه ماشي مشكل ولكن إذا كانت دائما كيحول عينه قبل 4 شهور خصو يشوف الطبيب وفوق 4 شهور إذا كان كيحولها مرة أو لا ديما خصو يشوف الطبيب ها واحد جوج كاين لونيستاغميس نيستاغميس هو واحد العين بعض المرات كتشوفوا شي الناس ما كيشوفوش مزيان عينهم كتحرك بزاف كدير دبدبات كتحرك هذه الحالة كيتسمى نيستاغموس كيتسمى واحد الحركات لا إرادية العينين كتحرك بسرعة في واحد الجهة إما الفوق ولا تحت أوريزونتال ولا فيرتيكال هاد الحالة إشارة كيخص الآباء يديو ولادهم لعند الطبيب كاين الوليد كيتولد و إل نو روكوني با لي فيزاج ما كي كتحس بيه ما كيستوعبش على الفضاء اللي دار كاين واحد الدراسة حديثة لقاو بأن ممكن دوزو لي فيزاج يعني ممكن ديرو التصاور ديال لي بيرسون الوليد الصغير إل روكوني لي فيزاج سامير كيقدر يشوف الأم ديالو في عشرة ديال الصور كيبان كيبقى يضحك مع الأم ديالو كيدير واحد الإشارة ماشي ضروري يضحك مي كيدير إشارة دونك الوليد اللي كان بحال دابا ام ولا شي والدي ما كيبان ولكن ما نغوكون انه غياجي با ما كاينش ملي كيشوف مثلا شي واحد قدام ولا شي صوره ما كاينش واحد انتباه ما كاينش هذا انسين بانه ما كيشوفش مزيان ولكن خصو يشوف الطبيب كاين حاله اخرى انا نعطيكم الجميع باش الجميع الاشارات الامهات يعني راقبوا خاصه يعني هذا يعني الامهات كيكونوا قرابين لوليداتهم دونك كاين حاله اخرى هو مي كنقربوا له اون طوخ يعني الضو بولا ديال الضو سواء كيرجع اللور وكيستعينيه ولا كيتبع ديك الضو اللي كندوزو له بحال اللي كندوزوه من اليمين لليسر والفوق العينين كيتبعوا ديك الضو دونك الا ما تبعوش حتى هذا خصنا نشوفوا الطبيب ديال العينين كاين لو بلافونمون دو روكار يعني كاين بعض المرات الوليدات كيطلعوا عينهم من الفوق للسقف هادو سي تانسين لانهم ما كيشوفوش مزيان كاين شنو واحد لو سين سميتو سيدنيجيتو اوكولير يعني هو الوليد كيبقى يقيس عينه مزيان كيبقى يبرك فيها هو مازال صغير كيقرب يديه العينين دونك هذا سي تانسين كاين لي سين نعطيكم كلهم باش هكذا يعني كيبقى التشخيص المبكر هو المهم كاين بحال دابا لا لوكوكوري هو في التصويره الوليدات مثلا ماشي ضروري الوليد غير صغير 4 شهور يقدر حتى عامين 3 سنين في التصويره في اون فلاش كتبان لا بيب يعني البؤبؤ ديال العين ما كيشبهش البؤبؤ في اللون ديالو في العين الاخرى كتسمى لا لوكوكور يعني عين مثلا في البؤبؤ ديالها احمر نورمالمون كيكون احمر في الفلاش ملي كتكون فلاش والعين الاخرى كتكون بحال دابا غادي الابيض ماشي نفس اللون ماشي نفس اللون هذه حالات خصنا نقلبوا واش كاين جلاله واش كاين مشاكل اخرى كاين حاله اخرى هو لو توكسيكولي شنو هو لو توكسيكولي هو كيكون الوليد انت كيسحب لك راه كيشوف وهو كيشوف ولكن خصو ديما يدير واحد لاتيتود فيسيوز يعني راسو كيدورو بواحد الطريقه حتى عاد يشوف يعني اما على اليمين يا اما اليسار عاد كيشوف ولا كيتمشى وهو عينه راسو داير سور لي بول دروات وغوش وهو غادي هكذا كنت الوالدين كيسحب لهم هذاك راه نورمال هذه واحد السيمانه جاتني واحد الام ولدها عنده 12 عام وديما ملي كيجي يهضر معاها كيدور راسو في واحد الجهه اما اليمين ولا اليسار وهي ما عمرها ما انتبهت ملي جات عندي شفت عندها مشكل لاستيغماتي عندها مشاكل اخرى العضلات كيكونوا ما مقادينش يعني هادو كلهم كيف قلتي يعني مؤشرات كتبين بالنسبه انه كاين ضعف النظر عند الوليدات كاين لو ديرني بوان الرضع خاصه الرضع كاين الرضع فوالا الرضع عام يعني تقريبا كاين مشكل البتوزيس شنو البتوزيس هو لا بوبيغ يعني الجفن العين ما كيكون طايح شي شويه هذا حتى هو انسين حيت كيكون كيغطي على الرؤيه في ديك العين اللي كيكون جفن طايح هذاك خصنا نشوفوا الطبيب كاين حاله اخرى بعض المرات كاين وليدات كيكون كيتعفن عينهم ديال بزاف يعني كتكون اون كونجونكتيف تعفنات متكرره كنديروا الدواء وكيمشي التعفن عاوتاني كيمشي الدواء عاوتاني كيمشي التعفن
وكنعرفوش علاش في هذه الحالات كنقلبوا كنلقاو بان كاين المشكل. كاين وليدات اخرين كيبقاو يرمشوا عينهم بزاف او لا كيبقاو عينهم كيدمعوا بزاف. هذه الحالات او لا مثلا كيعمشوا مثلا كيكون العمش حتى هي مثلا الا كان العمش متكرره هنا كنقولوا علاش كاين شي مشكل. يعني العين كدير واحد الجهد اكثر من اللازم. كاين حالات اخرى وهنكمل. كاين هي العين ملي كتكون كبيره وعين صغيره, يعني كتكون العين في القد ديالها. كاين لا ميغالو كورني دونك بيفتالمي عين كبيره, وحده اخرى ولا عين صغيره ميكروفتالمي. هاد الحالات خصنا نثير الانتباه ديالنا او لا غير عين كبيره ما كتعنيش خصنا نشوفوا الطبيب. دونك هاد المسائل كلها خصنا هذا. وكاين واحد لوسين قدروا الوالدين يديروه, انا كننصحوا بهم. شنو هما؟ كي دونك قلت لهم لوسين ديال لا طرش, يعني هو ديك الضوء اللي كيدوزوه قبل العينين ديال الولد شوفوا واش كيتبع هذا الاتجاه. الوغ كاين واحد لوسين هو كنقبض كنسد العين اليمنى ديال الوليد وكنشوف واش كيشوفني ولا لا, وكنسد واش نورمال لا رياكسيون ديالو واش نورمال, وكنسد عاوتاني العين اليسرى وكنشوف لا رياكسيون ديالو واش نورمال. الا كان مثلا كيشوف بعين اليمنيه وسديت له العين اليسريه دونك ما يبقاش يشوف, كيديروا كي ديرونجي كيكون ديرونجي دونك كيدير واحد لا رياكسيون دو ديفونس بحال اللي كيزيديه ولا كيرجع للور باش يحيد ليا الديه. دونك هذا سين كتسمى اون اوكليزيون الترني. كنسد العين اليمنى وسد العين اليسرى هذه كنديروها الطبيب, ولكن كان في الخارج كنقولوا للوليدات يديروا هذه المسائل, الوالدين يديروا هذه المسائل باش يعرفوا وليدات وليداتهم واش عندهم هذا المشكل. كنسد العين اليمنى كنسد العين اليسرى وكنشوف واش كاين رياكسيون واش دو ديفونس واش كيشوف اليمنى ومن بعد عاوتاني يقلبوا الاتجاه اليسرى. وكاين واحد لو سين نقدروا نديروه سكون ابيل لو كلينمون على موناس. لو كلينمون يعني انسان عادي كيشوف مي كنجي ندير بحال المناصي بحال نقيسو في عينيه كيسد عينيه دغيا وكيرجع راسو للور. هذيك لا مناص. الولد الصغير هي مثلا عنده عام عامين ثلاث سنين اربع سنين كنجي كنقرب ولكن خص نبعد شويه من عينيه كندير بحال نقيسو في عينو نورمالمون خصو يسد عينيه حيت كلينيمون على مناص, يعني بحال اللي كيخاف اللي تقيسو شي حاجه في عيني. الا ما دارش هذا لو كلينيمون يعني ما سدش العين ديالو يعني نقدر نقول ماشي كنقول لك راه ضروري ما خصني نمشي عند الطبيب. اي باش يكون التشخيص المبكر غادي يعطينا يعني هادو بالنسبه للحالات اللي كيكون الولد قبل اربع سنين يعني مازال ما كيهضرش بزاف ثلاث سنين مازال كسمى لاش بريفير كيولي يهضر يعني راه كيقدر ملي كيكون الهضر خصنا حاله كاين طرق اخرى كنشوف الوليد واش كينقل الدروس ديالو من سبوره مزيان واش كيدير اغلاط ها واحد واش لي ريزولتا سكولير ديالو مزيانين ها جوج. كاين حاجه اخرى هو واش كيسد عينيه بزاف كيبقى يكليني لي ديالو بزاف هذه حاله. وكاين واحد الحاله اخرى واش كيقرب الحاجه كاين عند الوليدات اللي كيبداو يقربوا حتى التلفازه والناس ولاديهم ما كيفهموش كيقولوا راه كيشوف مزيان غير من باهر في هذوك الصور دوك الالوان اللي كيبغي يقرب ولا كيقرب الدفتر ديالو كيقرب الكتاب ديالو. هذا سي تانسين يقدر ما كنقولش سي تانسين سي يقدر يكون سي دو ميوبي لي ميوب اللي عندهم ناقص تشوج ناقص ثلاثه ناقص اربعه ديما كيبغيو يقربوا الحاجه عندهم اون فيزيون مزيانه. هادو كلهم يعني مشاكل يعني في النظر. هاد الاشارات انا كلهم غندير لكم في السيت انترنت ديال nadar.ma ومن بعد يقدروا الوالدين يشوفوهم يشوفوا الطبيب. دونك علاش؟ حيت اون فوا كنعرفوا هاد المسائل الطبيب شنو الدور ديالو. دونك الطبيب شنو الدور ديالو؟ هو اولا كيقول واش افكتيفمون كاين واحد الكسل ديال العين كاين شلون بلوبي وضفرنا بعدا كيقول كاين تماما. احنا عندنا الالات عندنا المسائل كيفاش كنعرفوها لي ريفليكس المسائل وكنعرفوا علاش جا هذا المشكل علاش. حيت كاين بعض الحالات نقدروا نديروا غير نظار عاديه ولد مثلا تولد عنده ناقص 10 كاين وليدات كيتولدوا عندهم ناقص 10 كاينين دونك يشوف فين ندير له ديك النظار ديال ناقص 10 ما يبقاش يقرب من الحاجه وعينه هتشوف مزيان. النظارات كنقدروا نديرهم حتى على شهر ماشي نظار غير على 4 سنين. الا سمحت دكتور يعني فوقاش الطفل كيحتاج باش انه يدير يعني نظاره يعني طبيه؟ لانه في الغالب كاين بعض الوالدين اللي كيتخوفوا او للحمايه كيبقى ندير لوليداتي يعني نديدرات بروتيكسيون. انا كنشكرك بزاف على هذا الاثار ديال السؤال باش نفهموا. في المنظومه الصحيه للخارج فرنسا بلجيكا فين كنت تماك كيديروا سكون ابيل لو ديبيستاج بري سكولير. يعني كان ماشي حنا في المغرب كنديروا ديبيستاج سكولير يعني كنجي الولد عنده 7 سنين 10 سنين النضج ديال المنظوم ديال الجهاز البصري صافي اكتمل. يعني الا كان شي مشكل راه طرا واخا نشوف بانه راه ما كيشوفش سي تخطا واخا ندير له النظر ما خصو يكون قبل. في اوروبا حاليا كنديروا هذا الكشف قبل 4 سنين 5 سنين مع لو بيديات مع ديك لو كارني دو سونتي ضروري كيشوفوا الطبيب بيدياتر وكيفكر في هاد لي بوين هادو باش كنشوف واش عنده ان بروبليم. بالنسبه لي النظر الا كان حيت العين باش تشوف خصها ندير العبار ديال النظر ديالها وخاف جي بلس يعني واخا تولد عنده يلاه مثلا
ثلاثه سيمانات ولا شهر وكانت عنده ناقص خمسه وكنديروا واحد لاتروبين مثلا واحد القطيرات او باش نشوفوا واش ضروري يدير النظر. بالعكس النظر هما اللي يشوفوه، الا ما كانش الصوره واضحه بالنظر كتمشي لو سيرفو راه واخا ما عمره ما يشوف. دونك حيت التريتمون الدواء ديال هذا الكسل العين النظر داخل فيهم، دونك باش كنداويو كنديروا النظر، ومني كنلقاو الكسل كنبقاو نديروا السدان ديال العينين، يعني كنسدوا العين اليمنيه ولا كنسدي العين اللي كتشوف مزيان باش ما يكونش التنافس بيناتهم، باش العين اللي ناقصه كنعطيوها لا شونس ديالها الفرصه باش تشوف اكثر من العين اللي كتكون اكثر مجهده اكثر منها. هذه هي الطريقه. دونك كنديروا النظر، النظر داخله في المنظومه ديال العلاج، والوالدين خصهم يفهموا هذه القضيه، يعني واخا الولد يبغي يحيد النظر خصنا عاوتاني نديرهم كنديروا لاستيك موراهم. وبالنسبه عاوتاني كنبقاو نسدوا العينين بواحد الطريقه، في الاول كنديروا تريتمون داتاك مثلا اون سيمين باغ انيداج، شحال ما كان العمر ديالو كنديروا واحد 3 سنين مثلا كندير 3 سيمين، 3 سيمانات كنسدوا العين اللي مزيانه 3 سيمانات، ومن بعد كندوزوا لعند تريتمون دونتروتيان يعني الترني مره اليمنى مره اليسرى. دونك هذه من ناحيه ديال السدان. واذا كانت مثلا واحد العامل عضوي بحال ما كتسمى لومبلوبي اورغانيك، يعني كاين واحد العامل جلاله او لا طونسيون ديال العين ديال الدراري الصغار، هادشي مسائل كتكون الدراري الصغار او لا يعني حتى الوليدات الصغار ممكن عندهم يكون عندهم كاين جلاله ديال الدراري الصغار اللي كتجي من لا روبيول والتوكسوب كتجي من التعفنات ديال المرأة. يعني هاد جلاله او لا طونسيون ولا الاعصاب في العين يعني ما كتصابش غير الناس اللي ما كتصابش. لا حيت هذا واحد الاختصاص، في اختصاص طب العين كبير، وكاين اختصاص سميتو لوفتالموبيدياتريك، يعني العين ديال الدراري الصغار ديال اختصاص ديال الدراري الصغار، وكاين امراض كتقيس الدراري الصغار والكبار، ولكن اللي قاس الولد الصغير مثلا طونسيون العين كتكبر دغيا حيت العين مازال فليكسيبل مازال دونك كتنفخ كتسمى بيفطالمي، والوليدات كيتخلقوا كيتشوفوا ميغالوكورني كتبان واحد القرنيه كبيره كيقول لها وليدات عينهم كبيرين زوينين، ولكن ديال المشكل راه كاين تقدر تكون مشاكل اخرى اللي هي بحال الطونسيون ولا الجلاله بحال اللي قلت لك، كاين امراض اللي كتقيس وليدات صغار خاصه. اكيد غادي نواصلوا معك الدكتور طارق الألوسي اخصائي في طب وجراحه العيون، كنتكلموا معاه على ضعف النظر عند الاطفال. غادي نمشيو مباشره لاستقبال مكالماتكم الهاتفيه ونتعرفوا على كل تساؤلاتكم يجاوب عليها الدكتور. معنا اول مكالمه سلوى من جديده. الو هل سمعت؟ وعليكم السلام ورحمه الله سلوى. لاباس عليك كلشي بخير الحمد لله بارك الله فيك. كنشكرك على هذه البرامج اللي كديروا لنا في مدرسه. مرحبا لاله. اختي عندي واحد بنيته عندها 5 سنين. ايه هي ملي تزادت واحد العين اليمنية عندها علاقه ملي كتاكل ولا كتشرب ولا كتهضر كتبدا تحرك ليها هذيك العين اليمنية. بالنسبة للحركة كتكون على برا ولا داخل؟ واش كتمشي العين النيف ولا لا غير على برا؟ لا غير على برا هكا بهذا ملي كتحل فمها العين كتحل. داكو. وكنا دينا هنايا عند واحد الطبيب في الجديدة قال لينا راه الحساسية ولا ما عاد خرجنا شي تقطيرات. قلت ليه قلت للراجل ما غاديش نديروا لها هادشي ديناها لكازا. قال ليها راه شي عرق بين هكا بين العين والفم. اللي المهم كاينه شي علاقه كاين واحد العلاقه كاين هذه هو كاين باش نفهم كاين المرات كتكون دابا انا بغيت نعرف غير شنو هو الحل. المهم كان قال لي تكون عندها شي 14 عام 15 عام نديروا لها عمليه وبغيت نعرف انا هذا المهم واش هكا ولا هو خاص له حنا غادي نجاوبك واش ممكن تفقد سميتو زعما حتى يكون عندها ضعف في النظر. انا نسولك بالنسبه للشوف ديالها الرؤيه ديالها في ديك العين اللي كتحوال واش كيشوف فيها مزيان ولا دارلك الطبيب النظر؟ لا قال لي كتشوف مزيان قال ما دلاش ترويد ما سدلهاش العين الاخرى العين اللي ما كتشوفش بها ما سدلهاش بالفاصمه العين اليسرى ياك؟ لا شنو هو؟ واش ما دارلهاش ترويد سدلهاش العين الاخرى؟ لا ما دارلهاش ترويد. دونك كتشوف 10 على 10 بديك العين 10 على 10 قال لي كتشوف مزيان قال لي دونك ما عندهمش مشكل ديال الشوف دونك غير مره ملي كتجي تهضر عادي يلاه العين كتهرب على طول. في الاول كانت بزاف ملي يلاه تزادت مع خلقه هي ملي دابا شويه دابا تولدت على 9 شهور تولدت على 9 شهور تولدت على 9 شهور ولدتي على 9 شهور على 9 شهور ما كانش شي مشاكل في الحمل ديالك ولا لا كان كلشي مزيان كان كلشي ما دونك هاد المسائل ديال التحركات ديال العين من كتكون عندها علاقه مع الحلان ديال الفم من كتحل من كيحل الفم وهذا هادو ماشي مسائل خطيره فهمتي باش نجيك يعني هادو سي دي ريفليكس كيكونوا واحد الريفليكس بين لا ماسيكاسيون يعني هو الانسان كيحل كيبقى ياكل و هاد لينير
ديال العينين. الاشكال الا كانت هذه المسائل متكرره من غير ما تكون كتاكل يعني سبونطاني يعني ما كدير حتى حاجه والعين كتحول ليها هنا كاين المشكل. علاش؟ حيت كتكون العين حوله العين الاخرى كتشوف مزيان كتكون كتسيبلي والعين الاخرى اللي ما كتشوفش محوله ما كتشوفش مزيان. ولكن حيت انت قلتي لي بان العبار ديال الشوف ديالها مزيان وما كاينش اشكال كان ولا هادشي بحال اللي قلتي كينقص مع الوقت لاحظتي بانه من صغر تولدات وغادي كينقص ما كاينش اشكال. كاين واحد الحاجه ملي كدير اذا كان الشوف مزيانه دابا انا كنتبازع على داكشي اللي قلتي دونك اذا كان نورمالمون كنوصلوا حتى 10 سنين وكنشوفوا واش كتحول عينيها سبونطانيمون يعني بلا ما تحل فمها يعني بلا ما تاكل اكثر من 5 المرات في النهار. انت تحسبي شحال من مره اكثر من 5 المرات في النهار هنا نقدروا نديروا مثلا العمليه ديال عمليه الحول كنعالجوا ديك العضلات كنديروا العمليه. اذا كانت قل من 5 المرات في النهار وشوف مزيان وما دارلكش ترويض ما دارلكش سدان بالفاصمه ما كاين مشكل. نواصلوا باقي المكالمات. ناخذوا حكيمه من سيدي سليمان. الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. حكيمه مرحبا لاله. كي داير الدكتور لاباس؟ السلام عليكم لاباس. الحمد لله. عندي واحد البنيه دابا عندها 13 عام. كنت درت ليها ما كنتش عارفه في الاول عندها ما كان الشوف ناقص حتى وصلت للرابع وكانوا المدرسين قال لك شيماء كتشق عينيها بزاف وشوفي ديها للطبيب. ملي ديتها قلبها وداك الشيء قال لي عندها الشوف مشتت. اش كتعني بالشوف مشتت؟ هي الميوبي هي عندها ناقص. عندها ناقص في عين وحده ولا بجوج عينين؟ عندها وحده ناقص 5 دابا ناقص 5.25 وحده ناقص 2.75 وحده. هذيك العين اللي كتشوف بها ناقص 5 هي اللي ناقصه فيها هي اللي ناقص الشوف فيها ناقص 5 هي اللي كتشوف قل. الليمنيه هي اللي فيها ناقص 5 هي اللي فيها ناقص 5 دروات كتحول عينيها ولا لا؟ لا ما كتحولش عينيها. وفين دابا وصلها الشوف؟ دار لها الترويض ولا ما دارش؟ دابا وصل لها الشوف دار لها الترويض درنا كل شيء. حتى وصل شحال الجهد ديال الشوف ديالها شحال وصل على 10 شحال على 10 5 على 10 6 على 10 7 على 10 شحال؟ ما كتبليش في الاوردونونس كتب لي غير ناقص 5.0 شي حاجه ومن بعد داير اونتر بارونتيز واحد فاصله ستيغماتيزم هذاك الوجه القرني. وسديتي لها عينيها ولا ما سديتيهاش؟ دابا ما سديتيهاش الترويض ما درتيهاش الترويض يسد لها عينيها العين اليسرى. اه ودابا شنو كتلاحظي دابا انت في بنتك واش مازال ما كتشوفش مزيان كتقرب من الطابلو كتقرب من الكتوبه باش تشوف؟ لا عند دابا يلاه بدلت ليها في شهر 9 قال من العام العام دابا غنبدلوا ليها النظاظر. انا شوف اسمعني لاله دونك بالنسبه للوليدات اللي علاش انا قبيله اثرت الانتباه للاشارات الوالدين خصهم ينتبهوا لها بالنسبه لوليداتهم. ملي كنوصلوا كنفوتوا 6 سنين 7 سنين واخا نبغيو نديروا ديك ناقص 5 راه ما تفهم تخصي تفهمي لاله بان ديك ناقص 5 راه تولدات بها يعني هي راه كانت عندها يمكن ناقص 2 من تولدات وكان يمكن لنا نديروا لها ديك النظر ديال ناقص 2 وتشوف 10 على 10 من دارت 14 العام. من حنا ما درناش النظر في ديك الوقت هذاك علاش؟ حيت حنا ما لاحظتيش بان بنتك كانت كتقرب للحاجه حيت لو ميوب ديما وليدات ملي كيتكبروا على عام لي جوي ديالهم كيبداو يقربوهم لي بوبي هذا دونك حنا كنفهموا بان الا قرب بزاف من الحاجه خصني ندي عند الطبيب اولا كانت تدلو العين اليسريه بحال دابا انت تديروا العين اليسريه تحس بها ديرونج ترجع راسها اللور تحيدي دونك يعني ما كتشوفش بعين اليمنيه مزيان. علاش كناكد انا هاد المسائل خصها تدار قبل علاش ذكرتينا بدوك المؤشرات اللي خص الوالدين يردوا لهم البال؟ بالنسبه للمنظومه الصحيه خص هادشي يدار قبل لا سكولير يعني ماشي تا بدات كتقرا عندها 14 عام عاد لقيت عندها ناقص 5 وكان وصافي العين صافي كسل لا خصني ندير هادشي ملي ديك الكارني دو سونتي ديك الدفتر ديال الصحي كيدار هادشي في ديك لي فاكسان كيداروا في مع لي فاكسان خصنا نقلب على ديك ليسين ديال لا مالفويون ديال لومبلوبي. هذا ما كان بالنسبه للشوف ديالها الشوف ديالها هي بقى تقريبا بقى ينقص بشويه بشويه ولكن الترويض ما يعطيش بزاف المفعول اليسريه اللي تكون عندها مزيانه وتحدي مع ديك العين اليسريه وتبقى تقلب الشبكه ديالها حيت الناس اللي عندهم لاميوبي الشبكه ديالهم كتكون رهيفه بعد المره كتبقى ديك كتضعف نواصلوا باقي المكالمات. معنا خديجه من مراكش. الو 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 السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. خديجه صباح الخير اختي سنه لاباس بخير. الله يبارك فيك لاله اختك. شكرا على البرامج. مرحبا لاله. تفضلي خديجه شنو سأسألك الدكتور؟ بس لك اختي انا عندي بنيه دابا عندها 14 عام وكان ناقص لها الشوف منين تقريبا ملي كانت عندها 5 سنين تقريبا بحال هكاك ومنين كدرت لها نظاظر قال لي ديريكت دار لها دقه على الكاس بحال هكا ما كتشوفش نهائيا. عندها لاميوبي عندها لاميوبي فوقت اها كان ناقص لها الشوف ديك الساعات 4 بحال 10 ناقص 4 دابا شحال وصل؟
دابا راه وصل جوج، دابا راه عندها 14 عام، دابا المشكل ديالها ما بقاش واخا دايره النظاظر، دابا كل عام كنبكاو لها واخا دايره النظاظر ما بقاش تشوف طب النظاظر. دابا هاد العامين الاخرى مدوزت لي هاد العام الاخر دوزت لها عند طبيب، مع كل عام كنبكي لها النظاظر. تمام. والترويض واش درتي الترويض؟ واش درتي الترويض؟ خمس سنين ملي كانت عندها خمس سنين، حيت بحال اللي قلت لكم قبيله بالنسبه لقبل اربع سنين خمس سنين كيكون النضج، ولكن نقدروا نحاولوا، كنقولوا نحاولوا مع وليدات اللي عندهم اربع سنين خمس سنين حتى ست سنين نديروا لهم شويه ديال الترويض، اون بو لي سوفي، نقدروا نعاونوهم ديك الترويض. شنو الترويض؟ كنسد العين المزيانه، وكان سمعي كنسد العين المزيانه باش العين الاخرى تشوف مزيان. يعني راه القاع الكاس، او ثاني حاجه كتقول لي درت قاع الكاس بالاول، ما نخافوش من قاع الكاس، يعني قاع الكاس هما نظاظر معمولين باش نشوفوا بهم. يعني من اللي كتجي الام كتجي كتبكي عندها بنتي ولا ولدي، وتاخذ البنيسات قالت لها قاع الكاس وغليظ، خاصه دابا الوليدات بيناتهم ما نشوفوش المسائل الجماليه، خصنا نشوفوا الوظيفيه، يعني الوليده والبنت خصها دير ديك قاع الكاس اللي كانت تشوف به خصها تشوف به. دونك والترويض هذا اللي كان. دونك شنو السؤال ديالك انا؟ دابا المشكل اللي عندنا دكتور لهاد العام الاخراني فاش دوزت لها ميدتي تاع عند الطبيب، قال لي راه عندها حتى الود مع دابا الود ما كتسمعش، قال لك الود عندها علاقه مع العين. نعم ما قلتها قبيله، انا قلت لك ناسي بديتي قلت لك علاقه مع العين، قال لك وهاد البنت عندك زهريه ممكن غادي تبقى هكا هكا، ممكن يقول لها تشوفهم باقي دابا حيت ما مشكل الطنظاظر ما بقاش كتشوف بهم نهائيا، ولا حيدتهم ما كتشوف بمره كاع بحال هكا كاع بمره. هادو هما اللي درتهم نتيجه الدوخه شتي لا لا، هادو هما النتائج اللي كتبان لي. باش تشوف مره خايفه بزاف. دابا خصنا اولا العين ديالها اذا كانت سليمه ما عندهاش مشكل اخر من غير هذا الشيء ديال لاميوبي، يعني ما كاينش جلاله ما كاينش مسائل اخرى عضويه اللي يمكن نفتحوا عليها ونديروا عليها عمليات، يعني هذه المسائل كتكون ديفينيتيف. يعني راه بنتك غتقاد نشوف ديالها ينقص تدير 18 عام والقاع الكاس يزيد يكبر، مثلا تقدر ديري لي دي لونتي اللي ما بغيتيش القاع الكاس، دي لونتي مزيانين دابا حاليا دوك العدسات، يعني العدسات مزيانين دو كاليتي طبيين طبيين كيبقاو ثلاث سنين وفي واحد التكوين ديالهم كيكون مزيان. دونك هذه من ناحيه، من ناحيه ديال المشكل هو بان عند بنتك عندها الفشل ديال العين، العين ما كتشوفش مزيان حيت الدماغ، ماشي العين اللي مريضه، مي الدماغ بحال اللي فسرت لكم قبيله الجهاز ديال البصري ما كيشافش ديك البحه البصريه ديالها اللي كانت تشوف قبل ربع سنين، وباش تشوف خصني ندير لها القاع الكاس قبل ربع سنين درتي لها ديال سال خمس سنين، حيت بحال اللي قلت لكم الاشارات اللي عطيتكم قبيله باش الوليد اذا كان كيقرب الا شديت له عينه، الا كانت الام ولا الاب كيدير نظاظر غلاظ راه حتى الوليدات يقدروا يديروا نظاظر، وخصنا نعرفوهم من صغرهم من قبل خمس سنين. دونك هذه المسائل ما عندنا ما نديروا، هذا الشيء علاش كنركد على هذه المسائل ديال ديبيستاج بريكوس، هو خصنا نقلبوا على المسائل قبل هذه الامراض قبل ما يوصل لخمس سنين فعلا. ناخذوا محمد من الدار البيضاء. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. شكرا لاباس عليك. الله يبارك فيك اسيدي. مرحبا محمد. طيب يعافيك. اول حاجه نشكر هذا الدكتور الوسي، الله يكثر خير على المعامله ديالته الحسنه وهذه بالشهاده ديال الجميع. الحمد لله. الله يخليك. عندي واحد المشكل ديال السكر انا. وتنوج نداء زعما الناس كله اللي ما تيحتاربوش السكر، بان السكر معذبني بزاف بحيث تنداوي عليه وخليت فيه نسافر هنا وهنا باش زعما نداوي عليه. والسكر زعما بالنسبه للشبكه ديالي جات ديك لوديم ماكيلير. واستعملت شي شوك بزاف، ومع الشوك ديال اللي تديك شهر شويه واستعملت شي شوكات اخرى تيعطيو لي تيداوي لي لوطونسيون وما كرهتش. الله يخليك. بحال ما تكون عندنا حلبه ملي تندوي على الشوكة تندير ما كرهتش. لقيت واحد الاعداد ديال الناس اللي عندهم هاد نفس المرض وما كرهتش. مثلا يكون عندنا حتى حنا واحد الجمعيه باش شحال كنطلبوا الشوكة مثلا من شهر لشهر فهمتي. حيت دابا مثلا الطب دابا ديال الشبكه اكثر من حاصل غير واحد الاطباء ديال اللي هما كبار، وتتكون عندهم هذيك التكلفه غاليه بزاف، تيحسبوا علينا واحد التكلفه غاليه بزاف علينا حنا وعلى اللي فيهم هذا المرض ديال الشبكه. وما كانش تكون عندنا حنا شي جمعيه باش يساهموا فيها المحسنين، يساهموا فيها شي حاجه بحال هكذا، يكون الدكتور تبارك الله الدكتور ارس هو تيتعاون معنا مزيان، وتكون المسائل تكون تمشي مزيان، لان تقريبا واحد الشريحه العدد كثير اللي عندهم هذا المرض ديال الشبكه، وتيخص مثلا يكون عندنا حنا شي حل. سي محمد، دابا الموضوع ديال الحلقه اليوم هو ضعف البصر عند الاطفال. المره اللي فاتت هضرنا على هذا المشكل ديال مضاعفات السكري عند الشبكه ودرنا حلقه خاصه. سي محمد كان دار بزاف تليباري في عينيه، مشى حتى الميريكان لي زيتازوني، مشى حتى لبارسلون، مشى لفرنسا، كل شهر كان كيمشي باش يدير واحد ليباري اللي كيديروا 10 ميليغرام 1000 اورو في العين.
والثمن طال بزاف. من بعد جا لهنا المغرب بدينا كنديروا ديك لي باري ولكن راه الوقايه بحال اللي كنقول خير من العلاج، ولكن متفق معاه الفكره ديالنا. نتمنى ان الجمعيه يعني تدفع الخط حتى هما، لانه التكلفه كتولي يعني طالعه بزاف، كتولي صعيب انه الواحد يدير باري مثلا في العام كيديروا على الاقل، لانه حتى العامل النفسي ملي الواحد يعني كيولي عنده هذاك المشكل وفي نفس الوقت خاصو يبحث على دوك الفلوس مثلا باش غيدير يعني كل مره ياخذ دوك الاباري، يعني حتى ما المريض ديال السكر ما كيكون عنده غير السكر، كيكون عنده السكر والطونسيون والقلب، وبعض المرات حتى الكلاوي لي غان سيونس مينال يعني كيبدل كيدير هذا التصفيه وتطلب له الليبري غاليين. دونك يبقى كل شهر كيدير ليبري ليبري. خصنا نلقاو الحل لهذه المسائل هذه، ونتمنى الله يكون نتمنى ان شاء الله نتمنى الشفاء للجميع. معنا ام بسمه من قنيطره. الو الو، مازال معنا ام بسمه؟ إذا انقطع الخط بأم بسمة. إلا سمحتي دكتور، كاين يعني تساؤل ديال واحد المستمعة كريمة الإدريسي، كتقول لك سلام دكتور الله يخليك، أنا ولدي عنده كيس في الجنب ديال العين ديالو، مشات عند ديرماتولو فطالمو، وكل مرة يعني كنمشي به عند الطبيب، عملت ليكوغرافي وداك الكيس ما فيه والو، يعني ما فيه لا عروق ما عامرش بالدم، والطبيب اللي تنمشي عنده يعني تيقول لي راه ساهل. فالله يخليك دكتور، بغيت يعني نعرف واش فعلا يعني ماشي شي حاجة يعني اللي هي صعيبة، وخاصة هي كتقول وأنه هذاك خايفة لأنه هذاك الكيس يعني جا يعني أكوتي ديال العين، يعني أكوتي دلو يعني ديال الوليد ديالها. فالله يجازيك بخير، هي قالت الولد عنده 4 سنين و8 شهور. هذوك لي كيس كاين جوج انواع ديال الكيس، كاين كيس يكون اما الكيس ديرمويد، واحد النوع ديال الكيس اللي كيكون خلقي، يعني كيكون تولد مع الوليد الصغار كيبقى يكبر يكبر يكبر، هذا كيكون ماشي في الجفن ماشي في لابوبيغ، كيكون في لوغبيت، يعني كيكون لداخل شي شويه في العين، كنديروا سكانر وكنشوفوا واش داخل بزاف، وكاين العمليه ديالو كدار، وخصو نخرجوه وما يتحلش في وسط العمليه، يعني حتى هو عنده ان كونتوني كيكون عامر بشي مسائل خلقيه، ما خصهاش نتحل في ديك الوقت هذا في وسط العمليه. وكاين لو كيس الاخر اللي كنقولوا تا هو كيس اللي هو شالازيون، اللي كيكون في الجفن وكيكون بحال كنقولوا الشعيره، واللي كيكون شويه من التهاب ديال لا بوبيير. دونك كاين فرق بين هذا وهذا، دونك واحد بدا نعرفوش هذا النوع ولا هذا النوع، وكنديروا سكان باش نشوفها، يمكن بالصويره يمكن يصطات التصويره ديال بنتها نقدر نعرف واش هذا ولا هذا، وكنديروا ان سكانير. بالنسبه للاولاني اللي هو ديال الكيس ديرمويد كيكون شويه لداخل، سي بينا ما كاينش مشكل، غير العمليه كتكون شويه كتاخذ شويه الوقت على الشالازون اللي هو كيس كيكون عنده بحال الشعيره. دونك هادو هما الحالات، ولا كان غادي كيبين كيبين، ولا ليكوغرافي بحال اللي قالت، دونك ما كنفتحو حتى اللي كيكون عنده تاثير على الرؤيه، ولا كان كبير وكيشوه الشوف والوجه ديال البنيته ولا هذا وكيبرك على بلا العين، دونك سوكا كنقدروا نفتحوا نديروا العمليه لهذا الشيء، ما خصهاش تخوف. الا سمحتي بالنسبه لهاد المشاكل ديال ضعف النظر عند الوليدات، يعني فوقاش ممكن نتكلموا على الجراحه؟ يعني دابا كاين النظر كاين العدسات، ولكن فوقاش نقولوا بان الطفل يعني بتدخل طبي يعني ديالكم يعني فوقاش كيحتاج الجراحه؟ يعني بحال اللي فسرت قبيله، كاين الاسباب عضويه، يعني شنو يعني عضويه؟ يعني كيكون مشكل ستركتور، يعني العين فيها شي مشكل بحال ديال الناس الكبار، شلاله مثلا هذا مشكل خصنا نفتحوه، مثلا التونسيون العين هذا مشكل عند الدري صغير خصنا نديرو عمليه، مثلا اون تيت كون يعني اوباسيتي يعني واحد النقطه بيضاء في العين، هذه خصنا نحيد القرنيه وندير قرنيه جديده، هذا مشكل ديال خص عمليه. ملي ما كيكونش مشكل عضوي يعني ما كاينش مرض في العين، عين ما مريضاش، يعني مشكل مثلا في النظر وكاين فرق بين اليمنى واليسرى، اولا الوليد تولد بعينه حوله، دونك حوله خصني نقادلو العين مثلا جراحيا قبل باش يشوف، اولا قبل منها كنديرو النضيضرات. يمكن مسائل عضويه يعني كاين مرض بحال طونسيون العين بحال جلاله بحال حوليه اللي ما كتعاش بالنظر، وكاين مسائل اخرى اللي ماشي عضويه اللي كنعالجها غير بالنضيضرات وبالوقايه وبالعلاج اللي هو الترويض. بالنسبه دابا يعني مع الانفتاح على العولمه والانترنت، يعني دابا تبارك الله هذه الجينيراسيون اللي طالعه يعني كاع الوليدات كلشي كيشد التليفون تاكتيل تابلت الايباد التلفازه، يعني تقريبا لساعات طويله، يعني اللي بغينا نقولوا وليدات ولاو مدمنين على هذه الانواع ولا هذه الاجهزه الالكترونيه هذه الالعاب وكلشي، يعني واش خاصنا نحميو الاطفال يعني باش ما يكونش عندهم مشكل ديال ضعف النظر؟ ممكن يعطي عواقب لانه ملي كيبقاو قدامهم ساعات طويله، ولا يعني غير نظاره كحمايه كافيه؟ هما كانوا داروا دراسات في فرنسا وفي اوروبا على هذه المساله، التاثير ديال هذا لورديناتور ولي تابليت وهذا على الرؤيه.
لي زيتود هادو الدراسات ما كانوش واضحين 100%. كانوا خرجوا شي دراسات كيقولوا بان الا كان الاب ولا الام عندهم ديجا اون ميوبي, عندهم نقص في النظر, والوليد عنده شويه ديال لا ميوبي, تقدر تفافوريزي له هذيك لا ميوبي ديفلوب شي شويه. كيجيوني بعض المرات الاباء كيقولوا لي تخليك قول لولدي ما يديرش لورديناتور بزاف ولا الطابليت ينقص منها. علميا ما كاينش شي حاجه بروفي كتقول بان الا ما شافش راه الا شاف بزاف ديال في التابليت راه يديفلوبي له شي مشكل. اللي كاين دابا اللي مثبت علميا هو بان لا لوميير طو ديال لورديناتور الا كان مجهد بزاف وكان كنجلسوا قبات لورديناتور اكثر من 3 4 5 6 سوايع في النهار كيدير اون اناسيشمون, كيدير جفاف ديال العين, وفي هاد الحالات كنديروا غير التقطيره بزاف نقطروا العين باش هذا الشيء بالنسبه للناس الكبار, بالنسبه للناس الصغار. بالنسبه للوليدات الصغار اذا كانوا كي يخدموا بزاف لا تابليت وهذا ماشي مشكل علميا ما كاين واحد الوقايه وحنا كنتكلموا اليوم على ضعف النظر عند الاطفال, تكلمتي على الاسباب, تكلمتي على العلاج, على المؤشرات يعني اللي ممكن يردوا ليها الوالدين يعني والاطفال باقيين رضع وهما في سن صغيره باش كتكون يعني داك التشخيص المبكر قد ما كيكون العلاج يعني حتى هو مبكر. العواقب ديال الاهمال يعني العلاج يعني مشكل ديال ضعف النظر دونك بحال اللي قلت عندك العواقب كتبان في الصغر وكتبان اكثر في الكبر, وهذوك العواقب كيكون نهائيه يعني قبل 5 سنين 6 سنين 7 سنين الى بحال المستمعات جوج المستمعات قبيله الى ما وصلش للشوف الوليد اون ايزو اكويتي يعني ان اكيليبر يعني توازن بين اليمنى واليسرى من بعد 5 سنين راه صعيب باش نوصلها له. دونك شنو هو العواقب؟ كاين اولا اول حاجه هي الشوف, الرؤيه ما كتوصلش 10 على 10 دونك ما كتوصلش 10 على 10 يعني كيكون عين كيشوف اما العين بجوج ما كيشوف بهم ولا العين كتكون كتشوف حسن من العين الاخرى. دونك ديجا الى عرفها بان كاين 17 طون 18 طون كيوصل للباك كاين بزاف ديال الوظائف الى ما كانش الشوف عنده 10 على 10 اولا البيرمي اولا راه كي ديجا ما كيديروش دخل في ديك الوظائف اللي ديال الشوف. هذه واحد دونك الرؤيه. ثاني حاجه هو ديك لا فيزيون سيريوسكوبيك يعني الشوف ديال العين, العينين كيكونوا متوازيين في الرؤيه ديالهم. العين اللي كتكون ما كتشوفش مزيان عند الوليد الصغير بصفه عامه كتحول بصفة عامة وخا يكون الحول ديالها غير صغير يعني ميكرو ستخابيزم, ولكن العين اللي كتكون ما كتشوفش قبل 5 سنين يكون الحولية. دونك أول هو دونك الشوف, ثانيا الحولية تقدر تكون العين اللي فاشلة اللي كسولة كتكون عندها الحولية. ثالث حاجة بعض المرات كان الأمراض اللي تشوف اللي كان مرض في الشبكة مثلا حتى الشوف ديال الألوان يقدر ينقص مثلا, وهذا الشيء كيكون عنده تأثير حتى على لو روندمون سكولير يعني المردودية الدراسية ديال الوليد وحتى المستقبل ديالو من بعد. وبالمرات كنشوف الأمهات كيجيبوا وليدهم وكيبقى يغوت عليه كتقول له علاش ما كتجيبش النتائج مزيانة علاش علاش علاش, وهي راه ما فاهماش بأن المشكل راه ماشي هو ما كيفهمش. إذا كيبقى حتى المسؤولية على الوالدين تما يردوا البال خاصة الأمهات بأن تيكونوا ساعات طويلة مع الوليدات ديالهم يعني أحيانا حتى كيمشيو المدرسة عاد كتجي مثلا ديك المدرسة أو المعلمة عاد كتقول راه كنشوفوا ان الوليد مثلا ما كيشوفش يعني من السبوره او لا راه كيقرب الكتاب. ولهذا ما ننتظرش بان المدرسه صحيح. على لاج ديال 5 سنين 5 سنين 7 سنين وانا ولدي عشت معاه من تتولد حتى ل5 سنين عاد هي تقول لي راه ولدك ما كيشوفش مزيان. بالعكس انا ونشوف ولدي واش كيقرب الحاجه واش كنحس به بان عينه واش حوله بحال ديك الاشارات اللي قلتهم قبيله واش عين كتهزهز واش عنده حوليه في عينيه واش الفلاش العين وحده فيها البياض واش كيشوف وراسو كيدوروا شويه في واحد الجهه ولا في هذه الجهه نردوا البال كل هذه الاشارات. كنت انا ام ولا اب عندي النظر ديالي داير نظر غلط دونك راه سافو داك ولدي حتى هو يقدر يكون عنده المشكل. شكرا لك بزاف الدكتور طارق الالوسي اختصاصي في طب وجراحه العيون, مشكور جدا على كل هذه النصائح وكل هذه المعلومات الطبيه اللي قدمت هنا اليوم في ضعف النظر عند الاطفال. وللاسف كاين تساؤلات كثيره في الفيسبوك ولا في الاس ام اس ولكن ساعه ما كافياش اكيد, ولكن يعني كيف ما وعدتينا وانه الحمد لله تخصص يعني كل ساعه يعني ان شاء الله باش تكون حاضر معنا يعني مباشره وتزيد تفيدنا لانه في حاجه اننا نزيدوا نعرفوا في هذه المشاكل ديال امراض العين انه كتجي تساؤلات كثيره عليها, ونسال الله السلامه والعافيه ان شاء الله للجميع. شكرا لك بزاف الدكتور طارق الالوسي اختصاصي في طب وجراحه العيون. شكرا لكم مستمعينا لحسن المتابعه والاستماع البرنامج اللامولاتي, لكم تحيه سعيده عقالي رفقتنا اليوم في الاخراج والبرمجه الموسيقيه سميحه شوبي في استقبال مكالمتكم الهاتفيه, ونتمنى لكم بقيه اوقات ممتعه جدا برفقتنا على ميد راديو الاذاعه.